السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نواف من قناة نواف ستار. اليوم راح نكمل سلسلتنا، سلسلة برايمال فير، الحلقة 11. إن شاء الله تعجبكم الحلقة، لا تنسوا لنا من اللايك والاشتراك. خلونا نبدأ. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحلقة الماضية طورنا الدومينيك وطورنا السيليستيال وجربناهم مع بعض، و واتضحت الصورة طبعا انه هذا كيف قوته وهذا كيف قوته. طبعا في نهاية الحلقة روضنا الدودو وايفرين اللي هو من فصيلة البوسز، عشان نستخدم منه البيض، ما كنا نحتاج منه اي شيء عشان ناخذ منه البيض لنصنع منه الكبل لليفل الالفا بوسز والابكس بوسز. وبرضه خلف الكواليس روضت تايرنو، هو اسمه خلينا نشوف ايش اسمه، دايلكو سبيريت، صراحة قوي جدا. راح نجربه اليوم سريع على السريع كذا في الحلقة هذه، وخلونا ننتقل للبيت ونبدأ إن شاء الله. طيب هذا الثايلكو سبيريت طبعا ملفل ومضبط ومجهز والأموره زينة. عندك الكليك يسار العضة، هل الله 1,700,000 هذه العضة 1,700,000. كليك يمين ما في كليك يمين، لكن خلينا نقول السي، شوف السي اتوقع يطلع هسبام، حركة السبام. يعني معروف الاكس حركة السبيريت اللي هي سبيريت الاكس. تعال ذيك النيران هذي، شوف 1,400,000. انا اتوقع لو نزلنا بوس كذا على السريع، هذا مسكين البطريق ذا حللته من كثر ما اطقه. خلني اعطيه اكس. فاجته؟ طيب شوف السبام 976 تقريبا مليون السبام يجي ويوقفه في محله. عطى واحد ثاني، راح بلمحة بصر، خلصنا منه. جميل جدا الثايلكو هذا، جميل 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 جدا. خلاص جربناها الآن، ما نبغى نضيع وقت لأن الحلقة هذه بتكون شوي دسمة في أشياء جديدة. ارجع يا حبيبنا. خلاص الآن نبغى نروح. طبعا خليت الواي فرند دودو في الآلة هذه عشان يجيب لنا بيض. شوفوا كم بيضة أعطاني، 2,265 بيضة. ما أدري إيش بسوي بها هذه، ما أدري إيش بسوي. عموما ما علينا، خلينا نجي هنا للطاولة نقول عطني الكيبل بوس. خلصنا من البيسك، الحين نبغى ننتقل لليفل الألفا. الألفة خليني أصنع لي يا طويل العمر، عطني ثلاثة. شو يقول لك؟ يقول لك ألفة كبل، يبغى ألفة كبل، سهل جدا. هذا ألفة كبل، عطني 10. أوكي أقدر أصنع، عطني 2، يقدر أصنع لي 2. أخلص 3، أقدر أصنع 3. الآن صنعنا 3 كبل. خلك هنا، هذاك فوق، خلك فوق، ثلاثة كبل. الآن شو بنروض؟ نروض المنتيكور، ألفا منتيكور. ألفا المنتيكور هذا إن شاء الله إنه يصير قوي. فيعني هو نستخدمه ونحتاج البيض حقه. ليش نحتاج البيض حقه؟ عشان نصنع الكبل حق الإبكس، لأن الكبل الإبكس يحتاج بيضة ألفا بوس. شوفوا أول واحدة ألفا بوس. جميل؟ جميل، يعني عصفورين بحجر. والله عاد ان شاء الله ما يصير سبب لنا مشاكل. عموما انا بعطيه السهم وتوكل على الله. بس قاعد يطير. طيب يمديني اعطيه، قرب شوي. سبق له شوي، جته.
اوه شوف 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 يخدر هو بالنجوم عندي بدأت ترتفع شوي طلقات حقت هذه تخدر. يلا يلا تقدر تزعجنا، تعال 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 هنا، تعال هنا تعال هنا، تعال 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 هنا. قل عن شكله مت مت وراح له الجريفن يعني بيذبحه. والله اتمنى انه يذبح الجريفن بس ما اتوقع انه بيذبح الجريفن. جريفن شكله قوي. هذا وشو ذا؟ بوس هذا. ما بيك انا، ما بيك، ابي انا مت هنا، مت هنا في الوسخ، في الوسخ الجريفن حقي ذبحها اكيد. اني داري ان اذبحها. ما في يمين يسار، الثته تحت. والله وش هذا؟ هذه ايش؟ وبتذبحها، ذبحتها. هذا شو اسمه؟ جاني جاني. المخلوق هذا تيجو ماستر يا انقلع انقلع. هذه السلحفات الكبيرة اللي في البحر، شوف شلون شكلها تتروض بسبيشال كيبل. اختفت. والله هذا شيء جديد، هذا أول مرة أشوفه في الماب. أول مرة هذا النتن اللي ذبحها. يلا توكل على الله. نلقاها منك ولا ألقاها من الجريفن حقي اللي ذبح المنتيكور ولا وينك يا الجريفن؟ تعال تعال يا وسخ. انا الجريفن هذا لازم انك تحط تخليه بسف. مت خله ينطق، خله ينذبح كيفه. شوف ايش معه، شنطته ايش فيها؟ شوف المنتيكور ذبحها. بت دومينيك هايد ذبح المنتيكور. بينا ناخذ لفه ندور لمنتيكور. وبصراحة خشت مزاجي السلحفة الكبيرة هذه، فيها مدرعات، فيها تفجير، فيها طاي. هذه بينا ندورها، نروضها، نجربها. شوفوا شوفوا ايش لقيت، شوفوا ايش لقيت، شوفوا ايش لقيت. لقيت واحد ثاني بس لفلة مو زي هذاك، 600 ماكس. وينك؟ تعال يا اخي ملقوف. شوف لفلة 580. ايه اعمل اقرو علي. تعال 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 اللي نزلت لك، تعال اللي نزلت لك. واحدة مثلك لا تذبحني تكفى. شوف شوف الوسخ هذا لازم تطلق عليه تنحاش. انا ليش مبعد؟ خايف والله، خايف يذبحني بصراحة. ايه تو ما جاء صح؟ اطلع اطلع. ايه يا نواف، ايه الغباء اللي سويته. تعال تعال جيت. الله الغباء. وشوف الفوركس قاعد يستنى. تعال يا ابوي تعال تعال يا وسخ، استنى الزلة. من راح له؟ راح من تيكور. ذا هو ذا. ايوه اعطيته اعطيته. اجته رام. والله لقين ايوه. خلاص لا تجيني لا تجيني لا تجيني، ابعد عني. اوه يا اخي والله بيشغلني. شوف شلون طرقاته. والله مبيني. ديور راح 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 رجع. ديور 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 لا تطيح في البحر.
خد بطيح فيه. حلو حلو حلو، مكانه مضبوط، مكانك حلو. اسف، لا تسوي اي شيء ولا تشغلني لين اروض قطع حبة الفا. احتاج لسدل، احتاج لسدل، عشان كذا بناخذه نروح البيت. الله يا الهيبة، شوف اسمع، شوف الهيبة، الله أكبر عليك. لك يسار؟ ايه هذه يسار، أتوقع هذه تخدر، تخدر تعطي توربر، ما أعطي التوربر ليه؟ يتسوي حاجة بس ما أدري إيش. آه مات، هذا مات أصلا. طيب سي، آه سي، ممكن السي، ندور لنا أي مخلوق هنا. سريع ما شاء الله، سريع سي. خذ سي، تعال تعال كليك كذا. والله بينا مخلوق كبير، هذول ما ينفع معهم الصغار. لا لا لا، بعدين بعدين بعدين، هذا لا تتحرك. 88 مليون، مرش فيك ولا بيك ولا تشغلني. خلينا نشوف هذا برونتو، مات على طول. وشو ذا؟ طيب اكس برضو، اكس يطلق، وش هذا؟ كله طلقات. عموما خلني ارفع الليفل، دمج، ارفع الدمج. طيب بعد ما لفلناه، وينك هذا؟ هو تعال ابو 88 مليون دودو ويفرن. والله شكله قوي ذا، خاطر خاطر، قربها. تعال تعال، ميتين، وش ذا؟ ميتين بس، ميتين وشوي. لا لا روق. طيب اكس، الاكس ايوه، الاكس قوية شكلها، 164. هذا وشو هذا؟ بوس بعد؟ لا 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 لا، هذا مليون شوي، مليون شوي مديني عليه. تعال تعال، اجته اللي تسبق له ذا. تعال يا وسخ، تعال. ايوه، اه شوف شوف شوف، ارتفع ارتفع التوربر، التوربر يرتفع عنده، ارتفع التوربر، ارتفع ارتفع. حلو حلو، خلينا نشوف كم بيوصل التوربر. مليونين و900، 3 مليون. يلا روح 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 روح، خلينا نشوف التوربر كم بيوصل. ما ابغى اضربه انا، لو بضربه ممكن قلل هيلثه. دودو وايفرن 660، قوي هذا. لا 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 لا، انا احس اني بموت ولا شو. شوف وقف، 3 مليون و800 يعطي توربر الاكس. خلني بعطيه مره ثانيه بالاكس. ايوه شوف ارتفع التوربر، ايوه والله طاح حلثه، مرة طاح حلثة. والله حلو التوربر حقه، اتوقع لو اعطيه ضربة ثانية بيموت خلاص. اخر اخر اخر، نحاش، متى بنحاش ذا؟
خلاص نوم. ايوه شفت خلاص. طبعا والله هي 660 خلصنا عليه ماشي. انا هذا اللي في البيسك، وانا معي الفا ما اتوقع اني طبعا ما راح ارجع ما راح ارجع للتنين البرايم اللي هنا، لانه قوي بصراحة. فبدور لي واحد كائن ارضي عشان اقدر اني العب فيه وانا فوق. اوميجا برايم هذا وشو؟ الريبر ايبكس دودو. ايبكس دودو ضعيف بيكون بوس، بس انه اللي في الحقه اللي هي الحقه يبيله وزنيات، يبيله وزنيات. دخل الوسخ، اطلع ايوه 100,000 يعطي. والله منتيكور ما هو، ولا يمكن علشان هذا الفا يا اخي. هذه ما ادري ايش تسوي. ترفع التوربر هذه. ايه هذه ترفع التوربر. نبي اعطيه بالسي اشوف. ايه ما ادري ايش تعطي هذه. هذا بيزعج. الله الله ياخذك. هذا وش هو السبيريت ذا؟ اوه بوس هذا. عموما تجربة بسيطة يعني. المنتيكور هذا الالفا بوس مو بذاك الزود. ف نرجع ونقول الفكرة منه ناخذ البيض. خلنا نروح البيت نحطه في الآلة. ناخذ البيض منه، اقول لك نحطه في الآلة الآن. نجيب لنا بس بيض منتيكور، الفا منتيكور، الفا منتيكور لو سمحت. نبغى كمية بيض كذا عشان نلتفت للإبكس. خلونا الآن نروح للسلحفات اللي شفناها قبل شوي، دور لنا واحدة عشان نروضها. وينك يا جريفن؟ تعال. أتوقع هي تتروض بالسبيشال كبل. ناخذ لنا سبيشال كبل معنا على الطريق لما نرجع. شوف شوف لقينا واحدة هنا قفلها 600. ممتاز ممتاز. تقدر تطلعها برا؟ تقدرين تسوين عليها اقرو ولا بتقعدين تدورين في البحر؟ عموما شوف السامي وصل اجاها. ايوه اوه والله خطيرة. وين راحت؟ هذه تعالي تطلعي برا. اطلعي 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 تعالي هنا. اي تعالي تعالي تكفين. وين تطير؟ وش الكذب ذا؟ وش الكذب ذا؟ والله تروع اصواته. خلاص 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 نومي نومي نومي. ايوه تعالي. ايوه انقلع انقلع. نامت خلاص توكل انت وياه. ايوه نامت. شوف شوف الوجه، شوف الوجه الخطير. تعالي 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 شوف القنابل. شوف 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 قبل ما نروضها. شوف شوف المدفع اللي تحت. الله يا مدرعة. وين الكبل؟ تفضلي طال عمرك. هلا والله هلا وغلا. شوف شلون
خلاص وقف 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 بالشكل. ما شاء الله، شوف المدافع، شوف المدفع تحت فوق الهاون، والله خطيرة. وقع بي لها سدل، عشان كذا لازم نضبط لها سدل. شوف ايش وضعها، ونقول بسم الله. تعالي 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 تعالي. الله 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 الله، هي العظمة. يلا السدل، اعطيها السدل. سدل يعني مش معقول. كليك يمين، كليك يمين، شو يسوي؟ عض. كليك يسار برضو عض. سي، سي يمين ويسار. 912 من دون اي تلفيل. طيب اكس، شوف اكس يرفع فوق، شوف فوق اكس. اوكي ابغى انزلها، شلون تطيح؟ الله 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 الله، والله خطيرة. شلون انزل؟ انزل ال كنترول سي، كنترول سي يطلق. شوف الاكس، الاكس يطلع المدافع اللي فوق، الار يرجعهم مرة ثانية. فيه اللي هو الكيو، الكيو هيد كانون اكتف، اللي هو اللي قدام. ايه سي، هذا اللي قدام بس. اوكي 1,800,000 يعطيه في الوجه، 1,800,000، 2,300,000، لازم تكون قريب من عندهم. طيب اضغط كيو مره ثانيه، اول فرونت اللي هي اتوقع الجميع، طلعتهم كلهم فوق. سي شوف شلون نزلهم. سي والله خطير. طيب خليني اقول، عطني شولد كانون اكتف. شولد كانون اكتف وش هي؟ هذه الهاونات، الهاون. طيب فعل الاودرنت، خلينا نشوف هذه ايش تفعل. ما تفعل شيء. هذا توتال، كل شيء. خلاص بعد ما عرفنا التكتيك اللي هو حرف الكيو، تتحكم في المدافع، لما تضغط ضغطة يتحكم لك بالجوانب اليمين او اليسار او اللي فوق او اللي تحت او بالهاون. والسي هو اللي يطلق، والاكس هو اللي يرفع فوق اثنون، والار ينزلها. جميل. فانا اتوقع انها، هذا وش الصغير هذا؟ تيبل. اوكي تعال تعال، عندنا رحمة. 1,700,000 العضة. طبعا انا اتوقع انها اذا حولك مجموعة تفجر فيهم، تقعد تفجر فيهم، بس انها مزعجة وبطيئة. زي هنا الحين اعطها سي، بس اعطها سي هي تروح، تروح تفجر اللي قدامها واللي وراها واللي خلفها. حط بس 5,000,000، شوفها 5,000,000 هنا. نقول سي، يلا اللي حولك واللي فوقك واللي تحتك اعطي. ولا واحدة، هذه مشكلة. انا ابغى اشوف ال، ابغى اشوف المدفع اللي تحت يطلق ولا ما يطلق. ما يطلق المدفع اللي تحت. طيب خلنا نقول الكيو، هذا يمين، كيو ثاني. اوكي اثنين، هذا اللي قدام. اوكي هذا اللي قد فوق الراس يطلق طير اتوقع. كيو ثال خامس، مدري سادس. اثنين المدافع اللي في الوجه، اثنين هذولي دافع اللي في الوجه. خلينا نقول عطى كيو،
الهاون، هذه الهاون ما تقدر تتحكم، ترفع الهاون وتنزله. اوكي خلني اعطيك كيو برضو، يلا اطلق. ما يطلق الكيو. طيب كيو ثاني. اوف ايش طلق ذا؟ نشوف. كل شيء اتوقع كل 7 مليون. اوب 5 مليون 7 مليون. اليمين واللي يسار، المدفع اللي تحت هذا شلون اطلق بطيء؟ شوف شلون شكله فوق البحر. الله حلو الله حلو. هذه تستخدمها في الجيوش، حط ثلاثة قدام وتخليهم خليهم يفجرون. طبعا هذه تعتبر من فصيلة اتوقع البيوفون اللي هم هذا الشيء بذا. هذه مشكلتها اذا جحت تحتها مشكلة، اللي تروضون بالكبل، بالكبل سبيشال كبل سبيشال كبل. يوم جربناها وراح نجربها ان شاء الله برضو الحلقات القادمة، راح نكاثرها. انا ودي اكون جيش كذا منها 5 6 7 8 واحطهم وانزل عليهم بوس، وانزل بوس واشوف شو بتسوي. لكن بما ان كائن جديد في المود حبينا نجربه. والله والله شوف المدافع.